بكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معنا فيديو جديد فلوغ جديد من فيديوهات سيوات ليلى العميريه. الفيديو ديال اليوم غادي تمشيو معنا لفقي بن صالح المركب الثقافي لتكريم الاخت والرئيسه نازك المرزوقي، ذلك برئاسه الحفله ده برئاسه الاخ محمد زدي والاخت امينه مغراوي والاخ عبد الوهاب الطاهري. وبعد الحضور تحيه للمراه العميريه امينه المغراوي على الدعوه، الله يجازيهم بخير. كان حفل رائع مع بعض الفعاليات الثقافيه والافتتاح بدخول استقبال الرئيسه يعني على المراه الحره بكندا. كنتلاقى بهم وفرحت بزاف وسعيده بالتعرف ديالهم وشرف ليا انني نتعرف عليهم. كنشكرهم بزاف بزاف على هذا الحفل هذا وعلى هذا التكريم اللي كرموا فيه بزاف ديال الاخوات والاخوان. وتحيه للاخت فدوى غنيم والاخ ديالها والحضور جميعا. ونخليكم مع بقيه الفيديو بقيه الفلوق ديال تكريم الاخت نازك المرزوقي وبعض الاساتذه والاستاذات. صراحه حفل داز رائع وممتاز ممتاز، تبارك الله عليهم، الله يجازيهم بخير والله يثبت لهم الاجر ومزيد من الفلوقات من الحفل الثقافي والحفل التكريمي. مساء الخير، مساء الانوار، تحيه طيبه، تحيه اخويا. صراحه واش تقبلوا عليا باش ندير لكم شي حاجه؟ مرحبا. ها وسمعونا. مرحبا. لا الا كنتو تقبلوا عليا باش انني ندير لكم شي هاد اللقاء، كلشي غادي يعطينا الصلاه والسلام ورحمه. راه اسره، تشوفوا غير العائله ديالي الوالدين ديالنا، حنا غير عائله وحده. اليوم هذا حفل ديالنا، كل واحد ياخذ راحته ويكيف ولا يفوج. صراحة مدة طويلة ما فوجتوش، هذه فرصة. يلا الصلاة والسلام. إلى جا إلى جا سيدنا محمد، الله ما جا لي غتبقى على راسك بحرام. صراحة تفتقد الكلمات باش نعبر، لان في هذه الحراره وتجي وتشرفونا، هذا شرف كبير بنا. مرحبا بالاستاذه نازك المرزوقي رئيسه ديالنا والعائله اللي جات دابا الطريق بالكيلومترات من كندا باش شاركنا الحفل. كل شيء صفق على الاستاذه ورحبوا بها. تفضل عليك، هذا حفل ديالكم. بسم الله. كما شفتوا استقبلنا الاستاذه بالطريقه ديال بني كبير عبيده الرما، اللي صراحه كلكم كنتوا فرحانين. بدايه الحفل ان شاء الله غادي نتوكلوا على الله، الوطنيه افعال وليست اقوال. غادي نوقفوا كلنا تحيه للعلم النشيد الوطني ديال المملكه المغربيه. كلشي يوقف. نعبر عن الانتماء عن الشغف وعلى الهويه، ودائما نؤكد على الهويه لان الاصيل اصيل دائم. بسم الله. اللي غادي يتفضل مشكور سي عبد الكريم الوراد الشيخ الكبير، احترامات كثيره لك. تفضل شيخ، تفضل.
شويه الهدوء، هذا كلام الله، تشويه تخشع بسم الله على بركه الله. Yeah.
تقبل الله منك شيخنا الكبير، شكرا سعد كريم، احتراماتي لك. مرحبا مرة أخرى بضيوف لقاء تواصلي وتكريم لبعض الوجوه لتعزيز أواصل صلة الرحم. الحمد لله حضوركم شرف لنا، صفقوا على راسكم مزيان لأن ماشي ساهل باش تجيو في هذه الحرارة وتشرفونا وتعمرونا القاعة. مرة أخرى أجدد تشكر إلى الرجل الطيب الذي يشرفنا بحضوره ويشرف جميع الجمعيات المحلية، تقبل الله منه. شكرا سيد باشا مدينة التبسة. الآن اللحظة جميلة ولحظة اللي تهتم واحد الإنسانة عزيزة، واحد الإنسانة أم الجميع وأخت الجميع وأعمالها شاهدة عليها عفوا، أكيد غادي تكونوا عرفتوني على من تتكلم. الحقة أننا نبداو بها ونحتفلوا بها هي الأولى، لأن ابن عبير أرض معطاء وهي بنت فقر صالح والأصول بنت فقر صالح. الحمد لله نستقبل الأستاذة نازل مرزوقي. قبل ما نستقبلوها غادي نخليكم تشوفوا واحد الفيديو ديال الأستاذة تعريفي عاد نزيد نعرف مجموعة من المهام والأدوار اللي دارتها في المجتمع بالمملكة المغربية. شكرا. لقاء تواصلي وتكريم لبعض الوجوه لتعزيز أواصل صلة الرحم. الحمد لله حضوركم شرف لنا، صفقوا على راسكم مزيان لأن ماشي ساهل باش تجيو في هذه الحرارة وتشرفونا وتعمرونا القاعة. مرة أخرى أجدد تشكر إلى الرجل الطيب الذي يشرفنا بحضوره ويشرف جميع الجمعيات المحلية، تقبل الله منه. شكرا سيد باشا مدينة التبسة. الآن اللحظة جميلة ولحظة اللي تهتم واحد الإنسانة عزيزة، واحد الإنسانة أم الجميع وأخت الجميع وأعمالها شاهدة عليها عفوا، أكيد غادي تكونوا عرفتوني على من تتكلم. الحقة أننا نبداو بها ونحتفلوا بها هي الأولى، لأن ابن عبير أرض معطاء وهي بنت فقر صالح والأصول بنت فقر صالح. الحمد لله نستقبل الأستاذة نازل مرزوقي. قبل ما نستقبلوها غادي نخليكم تشوفوا واحد الفيديو ديال الأستاذة تعريفي عاد نزيد نعرف مجموعة من المهام والأدوار اللي دارتها في المجتمع بالمملكة المغربية. شكرا. صراحة وجوه يعني مألوفة، ناس اللي تيبغيونا بكل صدق وتيحبونا هما اللي تنشوف فيهم حاضرين. تحية لكم بزاف، تنحبكم. شكرا أستاذة.
الناس انا خليت نزلت لي انا حسيت بالخجول، ولكن الناس قال لك بغينا الاستاذه تقول لنا شي كلمه ولو وجيزه بالزربه. بسم الله، شكرا، تبارك الله عليكم. السلام عليكم، تنشكركم بزاف، لان ما عرفتش كيفاش غادي نشكر تو ثانك يو فريمون، ما عرفتش كيفاش غادي نشكر. هذا شرف كبير ليا الوجود في هذه المدينه اللي هي قلب صالح، هي مدينه ديال اجدادي واسلامي، وليا الشرف كبير نكون معكم موجوده في هذه المدينه، وتنشكر الحضور كاملين سون اكسبسيون، كل واحد اللي يقدر هاد ليفينمون اللي كان سي جديد يعني كاكتيفيتي اللي دارها، تنشكرك بزاف وتنتمنى ان شاء الله استمرار ليا، لان بلادنا في حاجه لينا حنا كمغتربين في خارج الوطن، تنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، وتنشكر البنات اللي معايا في المدن المغربيه، الأم ديالي خلاص خالاتي العائلة ديال الأب ديالي، يعني تنشكر الناس كلشي واحد واحد، والشكر الجزيل لسيدي باشا اللي كان لي الشهادة، وتبارك الله عليكم. شعور متبادل، تبارك الله عليك. غادي نمروا من الاجواء ديال التكريم وهذه، نمشيو لواحد النوع موسيقي خاص، فرقه شبابيه، نتمنى من الله يكون